العالم يحتفي باليوم العالمي للسكان، وقضايا الزيادة السكانية تقلق الكثيرين. الشيعة في مصر مهمشون رسمياً ومعزولون شعبياً، واتهامات بولائهم لإيران. والتكنولوجيا الحديثة تساعد على تنمية مهارات اللاعبين، والفرق الأوروبية تستخدمها في تدريبات الكرة. اليوم مع فدوى الجلال وتيماء الخطيب. صباح الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة من برنامج اليوم، وصباح النور يا تيمة. صباح الورد فدوى. اليوم جرينا أنا وتيمة قصة مؤثرة على مواقع التواصل، يعني ففي كل العالم عامة مهمة رجال الشرطة هي القبض على اللصوص والمجرمين، ولكن في نيويورك حدث موقف غريب، فرجال الشرطة ضبطوا سيدة وهي يعني تقوم بسرقة أشياء من السوبر ماركت، إلا أنهم ساعدوها بل وتركوها عادي تمشي في سلام. هي كانت الشرطة موجودة داخل المحل وهنا عم يشتروا الأكل لحالهم لما صارت هاي القصة طبعا، فلاحظوا هاي الحادثة بعد ما تحفظ حارس المحل على هاي السيدة اللي حاولت سرقة الأكل، وطبعا بعد ما قيموا الموقف قرروا رجال الشرطة مساعدة هاي السيدة ودفع ثمن الشيء اللي حاولت سرقته أنه تسرقه بدلا من إلقاء القبض عليها. وكان في بالصدفة شخص داخل السوبر ماركت هو طبعا اللي تأثر بالموقف وقرر ان هو يلتقط صور لتوثيق اللحظة ونشرها على وسائل التواصل، وكتب: كانت لحظة جميلة مفعمة بالرحمة، والسيدة كانت ممتنة للغاية. هلا قائد شرطة نيويورك التقط الخيط وكتب معلق على هذا الموضوع: نحن بحاجة لرجال الشرطة من ذوي القلوب الطيبة، ممن يقومون بفعل بأفعال جيدة مثل هؤلاء. مو بس الشرطة مو بتقبض على العالم وبتعمل شغلات، يعني نحن فعلا محتاجين ناس رحيمين في العالم. عموما اليوم هيكون معنا مواضيع تانية، ومنها طبيعة شخصيتك تحدد طريقة إدارتك لراتبك وأيضا أموالك. عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية، الكثير لا يستطيع تشكيل ثروة ولو بسيطة أو حتى إدارة راتبهم الشهري. الكثير فعلا. ونصائح للحفاظ على صحة الأسنان بعد التقدم في العمر. كيف نعتني بالأسنان لحمايتها من التساقط ونحافظ على صحة الأسنان واللثة؟ حتكون بفقرتنا الطبية. وفي فقرتنا الفنية، يغني بالمصري والعراقي في ألبومه الجديد المطرب السعودي عادل المالكي، هيحكي لنا عن رحلته في عالم الغناء ويكشف لنا تفاصيل ألبومه الذي سيطلقه خلال أيام في لقاء اليوم الفني. الحب ما هو أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ الحلقة من ملف السكان في الوطن العربي والعالم عموما. فاليوم تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان، وتعمل المنظمة على تعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية أيضا. الحقيقة أن القضايا الزيادة السكانية واحدة من الملفات الهامة التي يجب أن نلتفت إليها، خاصة وأنها ترتبط بشكل كبير وأساسي بالتنمية وبرخاء المواطنين. وفي الوطن العربي تتباين نسب الزيادة السكانية في عدد من الدول، لكن الأغلب فيها هو تراجع مستويات التنمية. الهدف من هذا اليوم هو تسليط الضوء على الأعمال غير المكتملة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 94، الذي اعترفت فيه 179 دولة بضرورة التركيز على الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة. 83 مليون شخص يضافون إلى سكان العالم سنويا وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للسكان، ولو استمرت مستويات الخصوبة في الانخفاض فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار عام 2030، وتقريبا 10 مليار عام 2050، وحوالي 11 مليار في عام 2100. ويؤكد البرنامج على ضرورة أن تنفذ البلدان المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعداد السكان والمساكن، ويعمل
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل الجيدة، وأيضا تعزيز النظم الصحية الوطنية، وذلك بالتواصل مع الحكومات والمنظمات والمجتمعات. ويعمل الصندوق أيضا على توفير برامج ومساعدات تقنية ومالية أيضا للبلدان النامية. في مصر التي تعتبر الأعلى نموا للسكان في الوطن العربي والأكبر تعدادا، يصل تعدادها حوالي 100 مليون و5 ملايين نسمة، حيث أطلقت الحكومة حملة 2 كفاية، وذلك للحد من الزيادة السكانية. إيقاع سريع تمر به وتيرة الزيادة السكانية في مصر. في هذا المنزل البسيط أنجبت مديحة 8 من الأبناء رغم ظروفها المعيشية الصعبة. الدوافع ثقافة مجتمعية ودينية تشجع على كثرة الأبناء ونوع من المباهاة وربما للمساعدة في العمل، لكن النتيجة تسرب من التعليم وزواج مبكر لبناتها. كان بقولوا عزوة، عزوة كتيرة، خلفوا عيال كتيرة، شايبة لكم عزوة، بس هذه الفكرة. كنا بنخلف بقى، دلوقتي بقى بنقول يا رب ما خلفنا ولا جبنا العيال دي كلها عشان الحلاوات غلا، ما فيش امكانيه يعلم. علم منها الراجل بقول لك ارزاقي، ما عندوش وظيفه، هيتعلم منها. زياده قدرها 3 ملايين و300 ألف نسمه عن العام 2017، فعدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون، نمو سكاني تنخفض معه فرص التطوير والتنميه بحسب مسؤولين. بعض الناس يقول لك لا، ده هو انت الخلفه دي من الدين الاسلامي وان تكاثروا تناسلوا، فبالتالي ان انت محتاج عشان تقدر تغير المفاهيم دي هتحتاج وقت، محتاج انك تقلل نسبه الاميه وترفع نسبه التعليم. معدل الزياده السكانيه عندي 7 أضعاف دوله زي ايطاليا، يعني انت طلبت من الحكومه المصريه تبني مدارس ومستشفيات وجامعات 7 أضعاف اللي طلب من الحكومه الايطاليه. البلاد الفقيره ومنها مصر هي الاسرع في النمو السكاني وفقا لتقارير دوليه، ما يجلب تحديات إضافية كتحقيق قدر أكبر من المساواة ومكافحة الجوع وسوء التغذية، فضلا عن الفقر الذي تجاوزت نسبته في مصر 27%. عدم وجود فرص عمل حقيقية وارتفاع البطالة وارتفاع التضخم، عدم وجود عمالة، الفساد، يعني أن مشكلة السكان تزداد تفاقما في مصر. أعتقد أن المشكلة السكانية في مصر من رأيي ليس لا توجد مشكلة سكانية، ولكن دائما وابدا لا توجد حلول اقتصاديه. نحن نعيش على 6% من مساحه مصر، هناك تقريبا 90% من مساحه مصر ارض بكر خاليه. صيحات التحذير الرسمي من الزياده السكانيه لا تتوقف عبر اطلاق حملات التوعيه وطرق الابواب، خصوصا للمتزوجين حديثا في الريف المصري، بهدف تنظيم الاسره والاكتفاء بطفلين. حملات تباينت الاراء حول جدواها ونتائجها. من الآن وحتى العام 2050 ستحقق 9 دول أكثر من نصف النمو السكاني المتوقع عالميا، ومصر هي الدولة 8. أرقام تعكس حجم المشكلة السكانية رغم جهود حكومية لم تحصد بعد المردود المناسب خصوصا في الريف والصعيد. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة رندا فارس، المديرة التنفيذية لمشروع 2 كفاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. صباح الخير دكتورة رندا. يعني حملة 2 كفاية لم تكن الأولى في تاريخ حملات تنظيم الأسرة في مصر، ولكن ما الذي سيميزها عن سابقاتها، خاصة وأن معظم الحملات السابقة يبدو أنها لم تنجح، فمصر حتى اللحظة هي الأسرع في النمو السكاني؟ صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبحيي طبعا كل السادة المشاهدين. الحقيقة أن حملة 2 كفاية يمكن بتختلف بعض الشيء عن باقي الحملات لمجموعة من الأسباب والمحاور. ما نقدرش نقول أن الحملات اللي فاتت ما حققتش نتيجة، لا، إحنا لو رجعنا للملف السكاني في مصر هنلاقي أن كان بيبقى فيه تحسن في مؤشرات السكان والنمو السكاني، ولكن كان في بعض الأوقات بيحصل انتكاس، وده الحقيقة علاقة مباشرة بالدعم
الدعم السياسي بأولويات الدولة في كل فترة وحقبة، ونظرا لأن هذه القضية لها علاقة بموروثات ثقافية وأفكار واحتياج لتغيير فكر، فخلينا نتفق أن هذه القضية لا تصلح لأن احنا نسعى عنها ولو لدقيقة. فكل ما كان بيكون في إهمال لهذه القضية على الأرض وغياب التوعية على الأرض داخل خاصة داخل القرى في الصعيد وفي الريف المصري، كلما بنلاقي معدلات الإنجاب والخصوبة بتعلو. ويمكن احنا الفترة ما بين 2011 ل 2014 وبسبب غياب الاستقرار الأمني والسياسي داخل الدولة، فوجئنا في 2017 في التعداد الأخير للسكان اللي أطلقوا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر استقبلت في هذا العام 2,560,000 مولود، وده الحقيقة تعداد دولة بحالها. في 20 دولة حوالينا التعداد السكاني فيها بيبلغ ما بين 2 مليون و2.5 مليون. فإحنا متفقين النهاردة إن هذه القضية لا تقبل السهو، لا تقبل أنصاف الحلول، لابد من تضافر كافة الجهود. جت الدولة في 2015 الحقيقة وأطلقت الاستراتيجية القومية للسكان. هذه الاستراتيجية تم وضعها لتوزيع الأدوار على كافة الجهات المعنية داخل الدولة بهذه القضية، لأن يمكن برضو في الماضي كان هذا الملف ملقى بالكامل على عاتق وزارة الصحة والسكان. القضية السكانية في مصر لها أبعاد كثيرة، هي ليست فقط قضية صحية، هي لها أبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية، أبعاد دينية، زي ما الريبورتاج تحدث. يعني في ظل النمو السكاني المتزايد، ما هو متوسط إنجاب الأطفال في الأسر المصرية حاليا، وما هو مدى توقعك لاستجابة السيدات مع هذه الحملة؟ تمام. احنا طبعا معدلات الخصوبة برضه وفقا للتعداد السكاني الاخير وضح ان متوسط عدد الاطفال لدى كل سيدة على مستوى الجمهورية 3.5، يعني كل 10 اسر عندها 35 طفل. بعد ما كنا نزلنا في 2008 وصلنا لثلاثة، رجعنا تاني للاسف وارتفعنا لهذا الرقم. استراتيجية 2030 للاستدامة للتنمية المستدامة الحقيقة بتهدف للنزول بهذا المعدل ل 2.4. لو اتكلمنا على استجابة الأسر، خلينا نقول طبعا أن مشروع 2 كفاية بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لأدوارها في الاستراتيجية القومية للسكان اللي سبق واتكلمنا عنها من شوية، وبتستهدف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم المالي المشروط، برنامج تكافل، وهو بيستهدف الأسر الأكثر فقرا. تمام. بنعمل على 10 محافظات بشكل مبدئي، هي المحافظات الأعلى في معدلات الخصوبة والأكثر فقرا، بالإضافة لوجود أكبر قاعدة مستفيدة من برنامج تكافل. فشغلنا كله الحقيقة في الصعيد، في المناطق اللي فيها الموروثات والأفكار شديدة جدا. وطبعا كل ما كان في معدلات فقر عالية ومعدلات جهل عالية وأمية، كل ما تمسك الأسر بهذه بالضبط أشد. دكتورة رندا، في التغيير هذه هي يعني البعض يتحدث أن هذه هي المشكلة من الأساس، هي مشكلة اقتصادية. الموروث الشعبي يقول أن الأبناء عزوة لأن الأبناء سيعملون وسيجلبون للأسرة دخل شهري، فكيف ممكن حل هذه المشكلة من الأساس ليس بعد تفاقم الأزمة ويعني خلفة الكثير من الأبناء؟ الحقيقة احنا في الاول جمعنا كل الاسباب المختلفة، سواء الاسباب الاجتماعية اللي حضرتك اشرت ليها، وهي مجموعة كبيرة جدا ليست فقط العزوة، ولكن هناك ان الولد سند، سباق السلايف، اثبات ان الزوجة ما زالت شابة، في اسباب دينية، في ناس مقتنعة ان تنظيم الاسرة حرام شرعا، في حتة الزواج المبكر وهو ليه صلة كبيرة جدا بالزيادة السكانية. يمكن برضو التعداد السكاني الاخير في 2017 وضح ان بداية سن زواج الفتيات من 12 عام في الريف المصري في الصعيد، وطبعا ما فيش فكرة المباعدة بين الولادات، فالبنت بتوصل على 30 سنة بنلاقي ان هي عندها عدد كبير. فده كل ده ليه علاقة وطيدة. احنا جمعنا كل هذه الاسباب وحطينا دليل لطرق الابواب في رسائل مبسطة جدا، وده كان بالتعاون الحقيقة مع صندوق الامم المتحدة للسكان في مصر. طيب. بدأنا تدريب 1200 متطوعة على هذا الدليل، ومن يناير 2019. طب بالنسبة للعوامل الدينية، يعني الأسر، هناك عوامل دينية كثيرة متداخلة بين حملاتكم، وبعض رجال الدين يعتبرون أن تنظيم النسل حرام، كيف تتعاملون مع تلك المعتقدات؟
الحقيقة أن الدليل اللي بكلم حضرتك عليه فيه مكون خاص عن المفاهيم الدينية الخاطئة، وتم وضعه من قبل خبراء بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية تابع لجامعة الأزهر. معانا وعاظ دين نزلوا ودربوا المتطوعات على مستوى العشر محافظات اللي احنا بنتكلم عنهم ونشتغل فيهم، وبدأت المتطوعات فعلا في طرق الأبواب. نفذنا الحقيقة لحد 30/6 من 1 يناير 2019 ل 30/6 1,500,000 زيارة طرق أبواب. ايه اللي نتج عن هذه الزيارات؟ طبعا الزيارات دي بتعمل على توعية الأسر زي ما قلنا وتصحيح المفاهيم المجتمعية الكثيرة المنتشرة داخل الأسر. الحقيقة ان احنا الحمد لله تم تحويل 224,000 سيدة، هم الحقيقة اللي طلبوا تحويلهم لتلقي خدمات تنظيم الأسرة، سواء بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان او لعيادات المشروع اللي تم. هل معنى هذا دكتورة رندا ان النساء اكثر استجابة لهذه الحملات؟ يعني من خلال هذه الحملات لمستم أن النساء أكثر استجابة أم الرجال؟ طبعا النساء اكثر استجابه، وخلي اقول لحضرتك ان احنا بندخل في الزياره المنزليه بنتكلم مع الاسره بالكامل، بنتكلم مع الرجل، بنتكلم مع السيده، بنتكلم مع الحما الحقيقه، لان الحما برضو في الصعيد في مصر ليها دور كبير وليها كلمه مسموعه. نتكلم مع الكل. يمكن اول ما نزلنا سيدات كتير قوي قالوا لنا طب احنا موافقين ان احنا ننظم اسرتنا، ليه ما تتكلموش مع الراجل؟ وهنا احنا الحقيقه بدانا نعمل ندوات مع الجمعيات الاهليه. احنا معانا مع 92 جمعية أهلية. يمكن المجتمع المدني دوره مهم جدا جدا في على الأرض، ودي من الأسباب الحقيقة أن زمان كان بيحصل انتكاسات أن ما كانش في مشاركة نشطة من المجتمع المدني. إحنا مشروعنا أساسه العمل مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لأن هم بيبقوا جزء من الثقافة. عملنا 2000 ندوة وحضر فيها الحقيقة 214,000 رجل وسيدة. الرجل هناك بيروح بيتكلم مع رجل دين سواء من الأزهر أو وزارة الأوقاف ومع طبيب، بيبقى فيه أكثر أريحية. أطلقنا حملة إعلامية في يناير 2019 موجهة لرب الأسرة، وده كان استجابة لمطلب السيدات إن هم عايزين نبتدي إن احنا نتكلم مع الرجل المصري في هذه القضية، بحكم الحقيقة إن هو أكثر واحد بيكبل بأعباء العدد الكبير من الأطفال. شكرا لك على هذه المداخلة دكتورة رندا فارس، المدير التنفيذي لمشروع 2 كفاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. شكرا جزيلا لك. ونترك تيمة ملف السكان في مصر لنتجه إلى قضية أخرى. يعني فأثار قرار فرض السلطات السورية رسوما مالية مرتفعة على شاحنات الخضار والفواكه الأردنية أثار استياء السلطات الأردنية والمزارعين أيضا. هذا القرار يحاصر المنتجات الزراعية الأردنية ويمنعها من أن تصدر عبر الأراضي السورية إلى تركيا ولبنان ومنها إلى أوروبا. في أرضه التي سقاها بعرقه في منطقة الأغوار شمال الأردن تلاشت أماني عاهد الشوبكي بتصدير منتوجه على عتبات رسوم مرتفعة فرضتها السلطات السورية تصل إلى $2,000 للشاحنة الواحدة التي تحمل منتجات أردنية عبر سوريا لتصل إلى تركيا ولبنان وأوروبا. القطاع الزراعي من 8 سنين لليوم وهو يعاني وين وين وين، وإذا زرعنا السنة مش رايحين نزرع السنة الجاي. يعني بجوز أنت هذا شايف هذا صندوق الباذنجان هذا اللي بتلقط هذا وزنه 10 كيلو، هذا بصفي ليش 30 قرش. الحكومة السورية حطت $2,000 ومش أمين. أنا بدفع $2,000 بمرق من أرض سوريا بس مش أمين. أوضاع المزارعين الأردنيين هنا في منطقة الأغوار الشمالية ما زالت في تراجع وتدهور مستمر بعد فرض السلطات السورية رسوما جديدة على الفواكه والخضار الأردنية. 200,000 طن من الفواكه والخضروات كانت صادرات الأردن عبر الأراضي السورية إلى أوروبا قبل اندلاع الأزمة، كمية انخفضت إلى الصفر حتى بعد افتتاح الحدود نظرا لعدم إصدار السلطات السورية التراخيص اللازمة لتصدير المنتجات الأردنية. كان عندنا صادرات للسوق السوري حوالي 200,000 طن سنويا. طبعا بعد الأزمة السورية تم وقوف هذه الصادرات بشكل أو بآخر، لكن بمجرد ما فتحت الحدود مع بر جابر نصيب تم استيراد حوالي 8,000 طن من السلع السورية للسوق الأردني.
لكن للأسف ما تم إصدار أي رخصة أو أذونات استيراد من قبل الجانب السوري حتى اليوم. تعتمد دول الخليج بعد إعادة فتح الحدود السورية الأردنية على المنتج السوري نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بالخضروات والفواكه الأردنية، الأمر الذي يفسر تحول ساحة التبادل الحدودية هذه إلى مقر للشاحنات المحملة بالمنتجات السورية، في حين غابت المنتجات الأردنية عن المشهد في ظل غياب حل لأزمة الرسوم السورية المرتفعة. حيدر العبدلي، الحرة، الحدود الأردنية السورية. وبعد قليل مشاهدينا نفتح ملف الشيعة في مصر والجدل المثار حول أوضاعهم بعد قضية التجسس الأخيرة. بين فترة وأخرى تسلط الأضواء على الوجود الشيعي في مصر وفقا للتطورات التي تظهر على الساحة، سواء خلال المناسبات الدينية الخاصة بهم أو حينما يطرأ موقف ما على الساحة السياسية يمسهم بشكل أو بآخر. الحديث عن الطائفة الشيعية في مصر عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد حكم المؤبد الذي صدر غيابيا بحق 5 أشخاص بينهم سيدة على خلفية اتهامات تتعلق بارتباطهم بإيران، من ضمنها طبعا اتهامهم أيضا بنشر المذهب الشيعي في مصر. دائما ما يثير الوجود الشيعي الجدل حوله خاصة في مصر، يراه البعض خطرا على الدولة المصرية والنظام الاجتماعي والهوية للبلاد، فيما يرى آخرون أن للشيعة كامل الحق في العيش والحياة وفقا للمواد التي كفلها الدستور المصري. في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عاش الشيعة تحت قمع خفي، كانوا ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية على الأقل بالمراقبة والرصد لجميع تحركاتهم. وبعد صعود جماعة الإخوان الحكم توقع الجميع مستقبل أفضل للشيعة، لكن ظهرت حالة من الحشد الشعبي ضدهم، ولعل أبرز نتائج هذا الحشد كان مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة برفقة آخرين في يونيو 2013 بقرية فرجيزة. بدلا من أن تكتب مظاهرات 30 يونيو نهاية للاضطهاد الذي تلقاه الشيعة على مدار سنوات في مصر، كانت بداية لفصل جديد عنوانه الإقصاء الناعم. ومن هنا بدأ التلويح بورقة جديدة من أوراق التحريض ضد الشيعة باعتبارهم عملاء لإيران. على الأرض للشيعة حضور ملحوظ في الخريطة الجغرافية المصرية، من العريش ومطروح شمالا حتى حلايب وشلاتين جنوبا. يتراوح عدد الشيعة في مصر بين 1.3 مليون مصري وفق تقديرات مختلفة تقرير الحرية الدينية في العالم الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2016 أو 2006 عذرا، يذكر أن المسلمين الشيعة أقل من 1% من إجمالي عدد السكان الذي يقارب 74 مليون نسمة وقتها. يعتمد الشيعة أو شيعة مصر على التمويل بالمجهودات الذاتية أو عبر المراجع الشيعية الكبرى في العراق والكويت والبحرين وإيران، ولا يتم هذا التمويل عبر حكومات هذه الدولة، أي أنه لا يتم بشكل رسمي لكنه يأتي على هيئة تمويل أهلي. ولنقف على تفاصيل هذا الموضوع ينضم لنا من القاهرة سيد حسين الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. أهلا بك أستاذ سيد. يعني محكمة مصرية أدانت مؤخرا 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران، ما هو موقف الدولة المصرية من التواجد الشيعي، خصوصا وأن هناك بعض الغموض حول منحهم حقوقهم الكاملة؟ يعني دعيني أؤكد لك أن رصد الحالة الشيعية في مصر يخضع لعدة عوامل
على رأسها تعاطي الشيعة مع الدولة المصرية وتحركاتهم على الصعيد الداخلي، إلى جانب الأحداث أو الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الشأن الداخلي المصري. الشيعة مواطنون مصريون يعيشون حياتهم بطريقة طبيعية جدا، يتقلدون الوظائف في كافة مؤسسات الدولة. هناك أصدقاء يعملون في الأزهر الشريف، المرجعية الدينية الأولى للسنة في العالم الإسلامي. كان من بين أهم قيادات الشيعة الراحل الدمرداش العقالي نائبا لرئيس مجلس الدولة، وكان بمثابة مستشار قانوني للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الشيعة يعيشون حياتهم بطبيعية باستثناء من يثبت تورطه في مؤامرات خارجية. سبق للرئيس السيسي وأن صرح بأن مصر دولة مدنية ترعى حرية العقيدة. وزير الخارجية الحالي سامح شكري أكد مرارا في تصريحات معلنة هل معنى هذا سيد حسين أن يعني هم فعلا يعني يحظون بحقوقهم الكاملة اليوم في مصر هذه الطائفة؟ يحظون بحقوقهم الكاملة كمصريين، وأنا منخرط في الأوساط الشيعية منذ أمد بعيد، ولي أصدقاء كثر يعملون في أماكن حساسة جدا في الدولة. القضية هي تغير الارتباط الأيديولوجية الشيعية من مرجعية النجف ما قبل قيام حزب الدعوة إلى مرجعية قم بعد الثورة الإسلامية التي أسست في دستورها لتصدير المذهب الشيعي وتكوين جماعات راديكالية تكون بمثابة جماعات ضغط على الأنظمة والحكومات. والهدف ليس نشر المذهب الشيعي، ليس هدفه دينيا، وإنما هو هدف سياسي بحت. يعني رأينا كيف خرج حزب الله من رحم جماعة أمل وتحول إلى حزب سياسي ثم إلى حزب طب مسلح. إذن لماذا يشكك البعض في الحوثيون؟ مسألة ولاء الشيعة ويعتبرونهم خطر على الأمن القومي، لماذا هذا اللغط حول انتمائهم يعني لدولهم؟ ذكرت لحضرتك كيف تبدلت الأيديولوجية الشيعية من مرجعية قم في النجف قبل قيام حزب الدعوة قبل الخمسينيات إلى مرجعية قم في طهران. طهران لديها خطة استراتيجية كل جميع الدول على علم بها، تسعى إلى نشر مذهبها لاستغلال تلك الجماعات سياسيا للضغط على الحكومات. يعني تشكل حزب الله المسلح في لبنان، تشكل الحوثيون تمحوروا من جماعة أهلية إلى ميليشيا مسلحة سيطرت على الأراضي اليمنية. نرى ما يحدث من الحشد الشعبي في العراق. إذن المآل يبدأ بجماعة شيعية صغيرة، ولكن أليس هذا يعتبر تعميما ربما يعني يظلم الكثير من أبناء الطائفة الشيعية اللي هم مش مسيسين؟ أنا أؤكد لحضرتك أنا أعيش وسط الشيعة منذ أمد طويل، وجميع كثير منهم أصدقائي، هم يحيون حياتهم بطريقة طبيعية جدا. يعني مؤخرا كان هناك مركز حقوقي يناقش الحالة الشيعية في مصر شارك فيه قيادات الشيعة، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ القضية هي الأحداث الراهنة في الإقليم المحيط انعكست على التداعيات الخارجية الداخلية، ليس مصر فحسب ولكن كل الدول العربية. أصبح لديها هاجس من مسألة التشيع نظرا لارتباط هذا المذهب حاليا كما ذكرت بعد قيام الثورة الإسلامية بالدولة الإيرانية التي تسعى إلى إعادة الإمبراطورية الفارسية. يعني هدف إيران ليس نشر المذهب الشيعي لأن هدفها ديني، ولكن هدفها سياسي فارسي في الأصل. الدولة الإيرانية تسعى إلى تكوين تلك الجماعات الراديكالية كما رأينا سواء في اليمن أو في سوريا أو في العلوي أو في العلويون في سوريا أو حزب الله في إيران من أجل فرض نفوذها وفرض وصاياتها على العالم. ماذا عن الحادثة بعد حادثة مسجد الحسين بالقاهرة التي رفع خلالها الأذان الشيعي؟ ما هو هامش الحرية الممنوح لهم في التعبد على طريقتهم التي تخالف يعني كما نرى في بعض طقوسها مذاهب الأغلبية أو مذهب الأغلبية؟
أولا هناك نفي رسمي برفع الأذان الشيعي في الحسين، وثانيا لا يوجد أذان شيعي في الإسلام، الأذان هو أذان واحد، لا يوجد أذان شيعي، ولكن هي طقوس عمدت إيران والطائفة الشيرازية إلى إدخالها على المذهب لإبراز وجود الشيعة أو تمييزهم عن أهل السنة. يعني لا يوجد مسجد للسنة ومسجد للشيعة، الشيعة يصلون في مساجد مصر مع السنة، أنا صليت في العراق إلى جانب الشيعة في مساجد الشيعة، صليت في إسطنبول إلى جانب الشيعة، لا يوجد مسجد سني ومسجد شيعي، هي طقوس واحدة، طقوس واحدة، صلاة واحدة، الجميع متفق عليها ولا يوجد أي طيب خلاف. طيب أستاذ سيد، يعني لنترك هذه الشعائر والطقوس الدينية وننتقل إلى موضوع يعني فرص الشيعة في مصر تحديدا في تحقيق تواجد كبير على الساحة السياسية، هل فعلا لهم الحق في ممارسة السياسة مثل باقي الأحزاب؟ بالطبع أنا لي أصدقاء منخرطين في العمل السياسي وأعضاء في أحزاب سياسية، ولكن طالما ثبت للأجهزة الأمنية عدم تورطهم في أي مخططات خارجية، في تواصل خارجي مع عناصر الحرس الثوري أو المخابرات الإيرانية أو عناصر حزب الله في بيروت، الأزمة تكمن في أن الولاء الشيعي حاليا في الدول العربية وليس في مصر تحديدا تخطى الحدود ووصل إلى طهران. يعني مصر كانت دائما سباقة إلى التقريب بين المذاهب، شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود الشلتوت هو أول من دعا إلى التقريب ما بين المذاهبين. نعم وصلت الفكرة إصدار فتوى تجيز التعبد على. شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد حسين الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، كنت معنا من القاهرة. ومن حرية العبادة فدوى الشيعة في مصر إلى حرية الصحافة في العالم، انطلقت في لندن أعمال المؤتمر العالمي حول حرية الإعلام بمشاركة حوالي 60 وزير ونحو 1000 صحفي وممثلي المجتمع المدني من أكثر من 100 دولة. ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين إلى الخروج بتعهد عالمي حول حرية الإعلام، وكل الدول مدعوة إلى التوقيع عليه. هاجر صحفية استقصائية في إحدى أصعب المناطق للعمل الصحفي بشكل خاص والاستقصائي تحديدا، بل حتى للعيش بشكل عام، قطاع غزة. الحكومة في غزة أطلقت علي حكم بالسجن لمدة 6 أشهر سارية النفاذ بسبب الأعمال الاستقصائية التي أقوم بإنتاجها وأكشفها عن شبهات فساد مرتبطة بعدة ملفات ذات علاقة بالحكومة، وبالتالي البيئة في الأراضي الفلسطينية ليست خصبة للعمل الإعلامي كما يجب. هاجر تمكنت بصعوبة من إتمام الإجراءات الضرورية للسفر من غزة إلى لندن تلبية لدعوة المشاركة في مؤتمر حرية الإعلام. هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات مهمة جدا لتؤسس لسياسات واستراتيجيات يعني تحسن جودة العمل الإعلامي في مختلف دول العالم والأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص. حوالي 1000 مشارك من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين يبحثون على مدى يومين قضايا شتى تتعلق بحرية الإعلام وسلامة الصحفيين. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حظيت باهتمام خاص. 86% من دول العالم تعيش تحت أنظمة إعلامية غير حرة، لكن للسنة السابعة على التوالي العالم العربي يعني شمال أفريقيا، منطقة المانا ريجن، شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي المنطقة الأسوأ من بين كل مناطق العالم لناحية الحريات الإعلامية والحريات السياسية بحسب مؤشر الRSF. ورغم كآبة المشهد الإعلامي في المنطقة العربية بشكل عام، بعض المشاركين أتوا برسائل إيجابية حول بلدانهم. حرية الصحافة شيء أساسي للديمقراطية، تم اعتماد قانون جديد للصحافة، ألغيت العقوبات السالبة للحرية من هذا القانون، تم إرساء انتخاب مجلس وطني للصحافة، ثم أخيرا إرساء نظام جديد لدعم الصحف على قواعد الشفافية والتعددية. تعهد عالمي لحرية الإعلام هو ما تأمل الحكومتان المنظمتان لهذا المؤتمر البريطانية والكندية الخروج به والتوقيع عليه، والأهم من ذلك كله تجسيده على أرض الواقع لحماية حرية الإعلام وسلامة الصحفيين عبر العالم. علي وجانا، الحرة، لندن. وبعد الفاصل، كيف تساهم التكنولوجيا في إعداد الفرق الرياضية وتنمية مهارات اللاعبين؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى ملف الرياضة. تحت هاشتاج غير مقبول وبعد ساعات من رفع مقطع فيديو يعتذر فيه بعض لاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة القدم عن الخروج من الدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر حاليا، وبرعاية شركة للمشروبات الغازية، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم ورفضهم للاعتذار من ناحية التنفيذ والتوقيت والمضمون أيضا. الإعلان اعتبره كثير من المتابعين والجماهير المصرية بأنه يسيء للشعب المصري، واتهموا أيضا اللاعبين بالتربح من وراء الهزيمة. وعلى مواقع التواصل أثار هذا الإعلان غضب المصريين. أبنو بعزت كتب اعتذار، إيه الإعلان ده بمثابة إهانة لكل مصري، أنتوا بتتربحوا من وراء هموم الناس، حد يعمل إعلان لهزيمة اللعيبة؟ بينما قال نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن: بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة. بينما أضاف اللاعب الدولي المصري السابق إسلام الشاطر: شخصية ضعيفة من لاعبي المنتخب داخل الملعب وخارجه، إزاي يوافقوا على إعلان اعتذار بالشكل ده؟ حاجة تكسف والله. النجم يجب أن يرفض أو يوافق على فكرة الإعلان. أنك توافق على إعلان بهذا الشكل قمة الفشل والانهزامية وضعف الشخصية. بدوره طالب محمد المعتصم بمقاطعة شركة المشروبات الغازية بقوله: عن نفسي حقاطع منتجات الشركة اللي صورت إعلان اعتذار اللاعبين اللي بيعتذروا قبل ما تبدأ هاي البطولة. فعلا الكثير غاضبين من النقطة هذه تحديدا، ان الاعتذار والاعلان متصور من قبل البطولة، يعني انتم حاسين بالهزيمة. عموما حول الموضوع ينضم الينا المحلل الرياضي محمد عواد. صباح الخير. صباح الخير. يعني البعض يقول ان وكأن المنتخب المصري يعني ناقص فضيحة ليقوم يعني بهذا الاعلان مؤخرا، واحكي لنا يعني عن تفاصيل الموضوع. في الحقيقة خلينا نبدأ من إعلان الشركة، إنه الموضوع لم يكن للنشر، لم يكن الموضوع، كان تسريب بداخلي. أنا لما شفت الإعلان شفت فيديو قصير جدا، أقصر من طبيعة إعلانات هذه الشركة تحديدا على المنتخب المصري، فاللي أنا أتصور الموضوع كان مختلف، لكن تم استغلاله بشكل سيء نتيجة خروج المنتخب المصري. أنا أتوقع إنه هذه كانت مقدمة لإعلان كوميدي، إن هذا التصور الشخصي، لكن لم يكتمل الإعلان الكوميدي. كان ممكن ينتظر صور تتويج المنتخب المصري، فبالتالي تبدأ كأنهم 4-5 لاعبين بيعتذروا، ثم بيحكي لك لا احنا أسفين على ايه، فبتبدأ الحفلات. أو هذا تصوري الشخصي لما شفت الإعلان القصري. هذا حسن النية اللي عندك. وأعتقد وأنا ليس دفاعا عن اللاعبين، من الاستحالة يكون في لاعب يملك عقل يوافق أن يصور إعلان عن فشله قبل البطولة الذي كان الجميع يعتقد أنه سيتوج. وبالتالي حتى هذه العلامات التجارية دائما تبعد نفسها عن الشيء السلبي، يعني هي عندما ترعى لاعب وعندما ينهار اللاعب تتركه، عندما يخسر اللاعب. هناك بعض الشركات تصور مثلا ألعاب القوى، أنا هذا مطلع عليها، قبل أن يشارك اللاعب يكون اتفاق مع المعلن، إذا فاز تضع إعلانه، إذا لم يفز تشيل إعلانه. يعني كان الموضوع، وهم بالتالي لا يريد أن يربط نفسهم بخسارة، لأنهم يصورون عقلية الانتصار. أعتقد أنه الإعلان مجتزأ مسرب من الداخل نتيجة الجو السلبي، وبهذه الأجواء السلبية موظف من الموظفين اجتهد أو ليس اجتهد، أعتقد أنه تعمد تسريبه، وهناك تحقيقات، فبالتالي يجب أن ننتظر لنرى. لاعبين منتخب مصر تحمل ما فيه الكفاية من الانتقاد عبر أكثر من قضية، ابتداء بعمر وردة ثم الأداء السيء، ونرى أن منظومة كاملة انهارت باتحاد، بمدربين، حتى باستبعاد بعض اللاعبين سيتم قريبا. فبالتالي كل الكرة المصرية تعاني، الكرة المصرية لا تستطيع استكمال دوري حتى الآن. نتكلم عن دوري بدأ الموسم المقبل عند البعض، والدوري المصري لم ينتهي حتى الآن، فالمعاناة شاملة في الكرة المصرية. أعتقد هذا الإعلان هو أصغر قضية ممكن أن يتم الكلام فيها، لأنه كان هناك تصوير تالي، أنا متأكد من ذلك. طيب ابقى معنا محمد، رح نحكي أكيد بجانب تاني من ملف الرياضة مشاهدينا. وما زلنا مع كأس أمم أفريقيا، وبعد غياب دام 9 سنوات يحمل منتخبات تونس والجزائر على عاتقهما مهمة إعادة كأس أمم أفريقيا إلى أحضان العرب، وذلك بعدما نجحا في حجز مقعديهما بالدور ربع النهائي من منافسات هذه البطولة. اليوم يوم مهم، يعني يلتقي منتخب تونس مع مدغشقر والجزائر مع كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. وعلى مر السنوات الماضية حققت منتخبات شمال أفريقيا
المنتخبات العربية 10 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، 7 ألقاب لمنتخب مصر، ولقب وحيد لكل من تونس عام 2004 والمغرب عام 76 والجزائر عام 1990. برأيك أستاذ محمد، يعني هل منتخب الجزائر قادر فعلا أن هو يكمل النجاح اللي بدأ به؟ في الحقيقة حتى الآن من ناحية الأداء هو أفضل أداء في البطولة، من حيث الجمعية، من حيث جودة بعض اللاعبين، لدي لاعبين مميزين يقدمون أداء ممتاز مثل أوناس، بالإضافة طبعا لمحرز وأسماء أخرى، كل هذا جميل، لكن المشكلة أنه يواجه منتخب مثل سهل العاج. وأعتقد هذه هي المصيبة الآن، أنك تلعب ضد أصعب فريق ممكن موجود في البطولة، الفريق الذي يملك مهارات أيضا مثل مهاراتك، عندهم ولبرت زاها، عندهم كورنت، فلاعبين ممتازين. هذا التنوع بيخلي هاي المواجهة اليوم هي مواجهة اللقب. أنا بالنسبة لي هذا نهائي مبكر في البطولة بين أفضل فريقين تقريبا من حيث المهارات والموهبة. يعني لقاء اليوم لقاء حاسم. طبعا فوز الجزائر اليوم يجعلها بالتأكيد المرشح الأول لللقب، لكن كما قلت هي مواجهة 50-50، يعني يجب أن لا نستقل بالخصم، يملك لاعبين في كل الدوريات الأوروبية منتشرين، وحتى ربما يملك لاعبين على مستوى كمتوسط أعلى من لاعبين الجزائر. أجمل شيء حصل بالجزائر هو الجمعية، وربما كنت أتكلم مع صحفي سياسي فكان يقول لي الظروف السياسية خدمت المنتخب الجزائري، لأنه ليس هناك ضغط إعلامي أساسا، الجميع منشغل فيما يحدث بالجزائر، ليس هناك ضغط. بالضبط، ليس هناك مطالبات، الناس آخر همهم هناك الآن ماذا يحدث مع المنتخب، تفكيرهم أساسا ماذا سيحدث في البلاد، لأن البلاد لا تعرف رئيسها، لا تعرف برلمانها، هناك ضياع كان في هذه المسألة. فبالتالي هذا جعل اللاعبين يلعبون بدون ضغوط، بدون اجتهادات إعلامية تتدخل باختيار اللاعبين، بدون أي توقع، وهذا أراحهم. طيب تونس أمام مدغشقر، هل يستمر نسور قرطاج بالتحليق أم ممكن في تخوف من مفاجأة ممكن أنه تصير؟ للأسف خلينا نحكي، تونس أمام منتخبات صغيرة في البطولة لعبت بشكل سيء، يعني منتخبات الأضعف لعبت بشكل سيء مع غير لعبت أفضل مبارياتها. دائما أخشى بتحديدا للمنتخبات العربية بمسألة العقلية، عندما يلعبون مع فريق يعتقدون أنهم متفوقون عليه دائما بيطلعوا بشكل أسوأ، بيلعبوش بيعطوش كل شيء عندهم، هذا الخوف كله. لكن تونس مرشح 100% تجتاز مدغشقر، يعني مدغشقر حتى الآن هي ما صنعته إنجاز تاريخي. فأعتقد هذا الشيء يريح لاعبيهم، لا يجعلهم يقاتلون كما قاتلوا في الأدوار السابقة. لكن الإهدار أمام تونس أمام مدغشقر يجب فتح ملف كرة القدم التونسية تماما بعده، لأنه إذا لم تستطع التأهل أمام مدغشقر هناك مشكلة كبرى. طيب، والآن مشاهدينا حننتقل لموضوع آخر وهو الاستعانة بالتكنولوجيا في تطوير أداء لاعبي كرة القدم التي تعتبر لغة العصر، والذي يميز بين الأندية العالمية أنها تعتبر أو تعتبر التكنولوجيا مكونا رئيسيا في الفريق، وتقوم بالاستثمار بقوة في مراكز الأبحاث المهتمة بتطوير اللاعبين. والاستعدادات الصيفية تعد من أهم فترات الموسم للفرق الأوروبية وأكثرها تأثيرا على الجانب الفني والبدني أيضا، حيث يسعى كل ناد لضمان تجهيز لاعبيه لموسم طويل. ولتسهيل هذا الأمر تستفيد الأندية من التكنولوجيا قدر المستطاع. تقنية دورتموند خلقت جيلا للمانشافت ساهم بشكل فعال في حصد كأس العالم 2014. عنوان لصحيفة بيلد الألمانية كشف النقابة عن جهاز تم ابتكاره في أسود الفستيفاليا ساعدهم في تطوير مهارات بعض اللاعبين مثل ماركو رايس، ماريو غوتسا، ماتس هاملز، ممن ساهموا في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 بالبرازيل والحق هزيمة مذلة بمستضيف البطولة البرازيل. الجهاز يتم تركيبه في مساحة كبيرة ويقوم بإرسال الكرة للاعب الذي يستقبلها، وعليه بعدها تمرير الكرة للمربع المضاء بالضوء الأخضر خلال فترة زمنية محددة. وساعدت التقنية الجديدة في تدريب اللاعبين على تقنية التمرير الدقيق السريع، وأثبتت فعاليتها من خلال نتائج الفريق. ويبدو أن الأندية الألمانية قد سبقت غيرها في الاستعانة بالتكنولوجيا في تطوير أداء لاعبيها، حيث سار هوفنهايم في نفس المسار وأنشأ مركزا تكنولوجيا يضم جهاز لتطوير مهارة اللاعبين في المساحات الصغيرة، وهو الذي أوجد مجموعة من اللاعبين الأكفاء استفاد النادي من بيعهم للأندية الأخرى، لا سيما البرازيلي فيرمينيو الذي انتقل إلى ليفربول. معظم الفرق الأوروبية تعتمد في تطوير أداء لاعبيها على تحليل الأداء الرقمي من خلال إحصاءات عن دقة التمرير والتصويب ومعدلة الجري خلال 90 دقيقة، بالإضافة إلى قياسات اللياقة البدنية من خلال تكنولوجيا التحليل الرقمي لأداء اللاعبين. يوفنتوس الإيطالي
ابتكر خبراؤه جهازا لتنمية دقة التمرير لدى اللاعبين، يعتمد على قياس قوة واتجاه التمرير بالإضافة إلى التحرك بدون كرة في اتجاه المرمى، وهو الأسلوب الذي يمثل فريق السيدة العجوز في الكالشيو الإيطالي. ونعود للمحلل الرياضي محمد عواد. محمد، يعني مثل ما شفنا بتقرير هلا، هذا الجهاز انا حسيته فظيع صراحه. ممكن انه تصير كره القدم تعتمد على التكنولوجيا اكثر من المهاره برايك؟ بدنا نضلنا دائما، يعني هي حيضلوا صراع ابدي ما بين الاله والانسان، يعني بضل في جانب مستحيل المشين تعلمك اياه اللي هو الكرياتيف سايد، مساله الابداع في الموضوع مستحيل. هذه مساله بتتعلمها وانت في ارض الملعب. يعني اشهر مراوغات كره القدم ليوهان كرويف، تسمى التفافه كرويف، يقول انه ما كان في عمره فكر فيها، هي فقط جاءت الكره امام فرنسا ففكر فيها ثم اصبحت وسيله لتدريب البشر بعد ذلك على كيف تحافظ على الكره. فبالتالي يبقى دائما الجانب الابداعي موجود، هو الحاسم في المباريات الكبرى. لكن طبعا هذه الماشينز اللي شفناها والالات الاخرى ايضا تطور كل المهارات الاساسيه، تصقلها بشكل اسرع، توصل اللاعبين لأفضل ما يمكن، مهارة التمرير، مهارة تسديد كرة بالرأس، كل هذه الأشياء تعلمها بأسرع وقت. بدل ما أن تسدد أن لاعب خلف لاعب بكرة رأسية، الآن بكاميرا، ونتكلم عن فيرتشوال رياليتي، يعني يسدد الجميع مع بعضهم بنفس ربع ساعة، يعني الجميع يسدد 100 كرة بدل أن يسددوا 10 كرات. هذا الشيء يعني تدريب أكثر، وحتى الوقت بيفرق معه طبعا، والتكاليف تنخفض. الآن لدينا مثلا في الخليج الدول لا تستطيع أن تتدرب صيفا هنا. في هذه الماشينز الجديدة ببساطة الصالة مغلقة، الجميع يتدرب هنا طوال الصيف، لم يعد هناك يجب أن تسافر إلى أوروبا كي تدرب أسبوعين أو ثلاثة، فالتكاليف تنخفض والتكرار يزداد. هذا الشيء معروف بكرة السلة، كلما سددت أكثر كلما كانت نسبة نجاحك وتطورك أسرع. أي طب بالنسبة للمحلل يعني الفني، كيف ممكن إنه هو يستفيد من هذه التكنولوجيا خصوصا لمعالجة نقاط الضعف لدى اللعيبة؟ المدربين أنواع، هناك هي مسألة ثقافات، يعني هناك بعض المدربين لا يؤمنوا بكل ذلك ولا يستخدموا، يعني يؤمن بعينه ما يراه. البعض لا يستعين بكثير، لأنه الآن نتكلم إحدى أنواع التكنولوجيا الكاميرات التصوير. في الماضي كانت 3 زوايا للتصوير، الآن نتكلم ما يصل إلى 35 زاوية تصوير في المباراة. هذا معناه كل لاعب بعد المباراة له فيديو هو مباراته فقط، فهو يرى كل لاعب بلاعب كيف يتحرك، أين يذهب، ثم يصل إلى نقطة أين أخطأ فيراجع اللاعب، أو أين أجاد فيعلم الآخرين كيف فعل. الآن هذه أن هناك مسألة الداتا، مسألة الأرقام والإحصائيات، كم متر ركض، سرعته، هذه الأمور والتفاصيل كلها تجعله يعرف تماما ماذا يحدث. بعض الأحيان العين المجردة قد تخدع، بعض الأحيان الخصم قد يخدعك لأنه يكون الخصم، أو ممكن هو يكون مش عارف شن هي نقاط الضعف لديه تحديدا. بالضبط تعطيك مسألة الانتشار، التوسع، يعني أصبح صراحة الموضوع يمكن أن تدير فريق وأنت مش موجود، يعني يمكن أن تدير فريق أنت خارج الملعب، يعني دائما يجب أن تكون الإدارة، لكن الآن لا تستطيع ذلك. هناك لديك كل الكاميرات تعطيك كأنك في الملعب وأكثر، ومع كمية التحليلات الرقمية اللي هي الداتا يصبح الموضوع كثير سهل على أي مدرب يعرف. لكن هناك مهارة أيضا، كيف تحكم على الرقم، إن هل هذا الرقم جيد أم سيء، هنا هذه مهارة أخرى يجب أن يتعلمها المدربين. طيب محلل الأداء طبعا هو صار عضو كثير هام بالجهاز الفني، شو هي أهم البيانات اللي ممكن يقوم مثلا بتحليلها لنتائج المدير الفني؟ خلينا هون أوقف. محلل الأداء هي فكرة إدارية مش كرة قدم بالأساس، يعني فكرة أنه كل قسم له تحليل أداء، هذا الأداء جيد أم لا، ثم تحولت إلى كرة القدم. فكل لاعب في نظر محلل الأداء هو قسم بالشركة، يجب أن يروا ماذا فعل وماذا أعطى. هون دائما تبدأ التحليل على نظرة المدرب، هل المدرب مثلا فكره على استحواذ كرة القدم وبالتالي يهمه تمركز اللاعب، استمرار اللاعب، فيربطه بها. حسب المدرب هو يحلل، هناك لديه أرقام، لديه تمركز، لديه تعامل بالواحد لواحد مع اللاعبين، هذا كله يتم تحليله بالفيديو ويتم إعطاء الصورة الأساسية عنه ويعطي للمدرب. المحلل الأداء ليس له أي علاقة باللاعبين. في لما شفنا التقرير قلت لي أن هذا الجهاز ما فيش منه إلا 3 في العالم، واحد في ألمانيا، وين؟ 2 في ألمانيا وواحد في أسبير. أي هل هذا معناه أن الوطن العربي ما عندهش الفرصة لأنه يستفيد في التكنولوجيا في الرياضة، من التكنولوجيا في الرياضة؟ خلينا نحكي مسألة بدها تكاليف كثير وبدها تغيير بالعقلية. فأعتقد أكثر الدول العربية استفادة من هذه المسألة الدول في الخليج العربي، لأنها تملك السيولة، وتحديدا الدول اللي لديها دوريات تستثمر فيها بالأموال، يعني في الرياضة. باقي الدول لا أتصور ذلك، يعني إحنا نتكلم عن بعض الدوريات حتى الآن لم تدفع أجور الموسم الماضي للاعبين، فلا يعقل أن نتكلم معهم عن ماشين قد تكلف
3-4 مليون دولار بالسنة. فالمسألة ربما تنحصر ب3-4 دول فقط بالعالم العربي حتى على المدى العشر سنوات المقبلة، غير ذلك سنبقى نعتمد. ولذلك هو الأفضل أن نجهز اللاعب ونرسله لأوروبا ليتم تجهيزه وعودته للمنتخب. طيب بالنسبة لجوزيه مورينهو، بدأ محلل الأداء طبعا ببرشلونة، كيف استفاد من هاي البداية بمسيرته الاحترافية؟ طبعا استفاد جدا، لأنه أولا بدأ يفهم التفاصيل في اللعبة، لأنه هو كمحلل أداء يعالج لاعب لاعب وليس مباراة كاملة فقط، يعالج فيفهم دور كل لاعب، أخطائه، إيجابياته. فعندما يصبح مدرب يصبح أسهل عليه الاستذكار. أيضا تعامل مع مدربين آخرين مميزين في تلك الفترة، فكان يعرف كيف يفكرون، أنهم يطلبون منه مثلا راقب لي كم تحرك، راقب لي كم تمرير، كم يستغرق وقتا حتى يمرر. فبالتالي بدأ يفهم التفاصيل الذي يفكر فيها مدربين كبار مثل فانجال وروبسون تعامل معهم. هذا الشيء ثقفوا أسرع، وصلوا أسرع أكثر من شخص إما كان داتا أناليست، يعني مثلا مدرب هوبنهايم، آسف نسيت اسمه، طبعا هو شاب لكنه بدأ كسبورت ساينتست ثم داتا أناليست، بالتالي فهم الجانب البدني وفهم الجانب الرقمي لكرة القدم، والآن أصبح أصغر مدرب شاب في البوندسليغا في الدوري الألماني. طب شين هي يعني أحدث الاختراعات التكنولوجية اللي العالم قاعد يتكلم عنها ان هي هتفيد الرياضه؟ الان كل شيء يتكلم عن، خلينا نتكلم، الجميع ذهب الى الفيرتشوال رياليتي والذكاء الاصطناعي منسجمان. يعني اصبح بامكاني انا ان اواجه ليونيل ميسي في بيتي، يعني يتم تحميل كمبيوتر بتعليمه كيف يتحرك ليونيل ميسي بكميات فيديوهات كبيره ويبقى يتعلم. يعني كلما لعب ليونيل ميسي مباراه يسجل الكمبيوتر ثم يعالج حركات ميسي. فانا كمدافع